السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الشباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ولعبة جديدة. اليوم عندنا لعبة التراك ميكانيك أو محاكي ميكانيكي الشاحنات. إيش فكرة اللعبة يا دفور؟ فكرة اللعبة أن احنا نسوق شاحنة قديمة ونحاول نوصل بضاعة أو ناخذ بضاعة، وفي أثناء ما احنا قاعدين نوصل البضائع والأشياء هذه الشاحنة تخرب ولازم احنا نصلحها. بتجينا مهام، بتجينا أشياء جميلة في اللعبة، أتمنى تستمتعون فيها. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون تصلون على النبي وتضيفني على السناب هنا، لايكك يا وحش، اشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. طبعا نقول بسم الله ندخل على الجيم. هذا التراك الجميل حقنا، للأسف الشديد ما أدري ليش ما في جوا سواق، ولكن هذا التراك فيه داخلي، نقدر نشوف الداخلية زي ما أنتم شايفين. عندنا الجير بس أقدر أحط أوتوماتيك، أقدر أحطه عادي بكيفي. أوكي، شاحنة قديمة جدا، نفك البريك. الآن هي على المانيوال، فأقدر بحرف الآر أخليها أوتوماتيك. المفروض أنه إحنا نتجه للبوينت، في عندنا نقاط في الماب، في عندنا بعض في بعض الأماكن في الماب ممكن نلقى لوت، ممكن نلقى أشياء. طبعا نقدر نفتح الماب بالشي اسمه ذا بالإم، زي ما تشايفين هذا التراك حقنا، والمفروض نتوجه إلى المكان هذا اللي هو اللي الآن محدد لنا، لكن بنلقى عقبات في طريقنا وصعوبات. الطريق وعرة، ممكن تتدمج الشاحنة حقتنا. فليس جو، خلينا نبدأ بما انه خلاص شرحنا على الاشياء المهمة تقريبا، فخلاص نتوجه الان الى المكان المحدد لنا. مبدئيا اللعبة جرافيكسها جميل، ما هو افضل شيء، اللعبة لازالت برلينجو او لسه هذه المقدمة في اللعبة، ممكن تنزل لها تحديثات، يعني تقدرون تقولون اللعبة لازالت حتى ما هي ايرلي اكسس، يعني لازالت اللعبة بدائية بشكل كبير جدا. فأتمنى أنها تكون لعبة جميلة، أتمنى مطورينها يعني يستعجلوا شوي وينزلوا لنا. ألو، شوفوا الجنط اللي على اليمين تدمج يا شباب، فلازم نركز، لازم نركز في السواقة، مع أن أبدا التركيز صفر عندي، لكن الله يعين. أوكي، أتوقع أنه هذه المنطقة الآن حيوقفني هو فيها، حيبدأ يشرح لي صح؟ أوكي، تعطلت الشاحنة. أوكي، يقول لي اطلع وشيك إيش فيه في الشاحنة. فنفتح الكبوت، ندخل على طور اللي هو الميكانيك. الآن المفروض أني لو ضغط F يعلمني إيش المشكلة. فزي ما أنتم شايفين عندي مشكلة في البايب هذا، وعندي مشكلة في الكفر اليمين. فنبدأ نضغط تاب على أساس نفك الأشياء. فأول شيء عندنا اللي هو الشيء اللطيف هذا، لازم نفكه ونطلعه ونصلحه، وبعدين نصلح الكفر ونكمل طريقنا. فأوكي، فك للشيء هذا. أوكي، لازم نطلع المسامير حقتها. طلع لي يا حبيبي، تمام التمام. اوكي، الان طلعنا. اوكي تمام. المفروض اوكي، الكفر يبغاني اصلحه بعد. فالان لازم نجيب الطاولات، هذه اول طاولة عندنا، الطاولة الثانية. اوكي، خلينا نشوف اولا هذه القطعة اللي يحتاج لها ريبير، فنصلحها بالشكل هذا زي ما انتم شايفين، حبة حبة كذا. اوكي، الان القطعة جاهزة، نقدر نركبها الان، وبعدها نشوف هرجة شو اسمه ذا الكفر. فخلينا نسوي له انستول بالشكل هذا، ركب لي الحدايد هذه، الوردة. اللي يقهرني في اللعبة هذه انه اغلب المسامير او الصواميل او البراغي يكون لها وردات، يعني السيارات مو بالشكل هذا، كل شيء لها يكون براغي او وردات. فالان لازم نروح ونطلع زي ما يقول لك فوق على اليمين، نطلع الجاك او اللي ترفع السياره، هذه هي، نضغط عليها الان. اوكي، رفعت السياره. الان نفك الجنط هذا، عطني بالشكل هذا.
اوكي تمام. عندي اللي هو بس الكفر متعطل لازم اسوي له ريبير، فخلينا نفك المسامير بالشكل هذا. اوكي طلع معانا الان الجنط مع الكفر. اوكي تمام، الان نحطه هنا ونبدا نفك. اولا هذا الحديد اللي حول الجنط هذه يسمونها شمبر عندنا، بس برا ما ادري والله ايش اسمها. اوكي الان فكيت تمام. الان يقول لي حاول تصلح الكفر. تمام اوكي، ما عندي عده كفايه ان انا اصلح الكفر. فا اوكي يقول لي توجه للمكان هذه الشاحنه بلقى فيها عده بتعطيني عده تصليح. اوكي تمام اوكي، يعني ايش يعني؟ المفروض ان احنا ندور في... اوكي هذه هي، المفروض انه احنا يلا شيلها. طيب يقول انا اقدر اخلص الكفر. المفروض انه احنا لما احنا احنا لما احنا حلو حلو يا دفور، لما ندور في الماب المفروض انه احنا نركز اطراف الماب، اذا لقينا سيارة قديمة اذا لقينا شيء نحاول نوقف عندها وندور، اذا لقينا ريبير كيت اللي هو عدة اصلاحات. تمام الان دن تمام اوكي. يقول لي رجع الكفر كما كان ورجعه في الشاحنة. تمام كذا خلصنا. اوكي رجع لي الكفر مكانه. تمام التمام ياه، انا داري انه ياه. فخلينا الان نركب شو اسمه المسامير بالكامل ونكمل طريقنا. اوكي دن ممتاز، عطني الجاك رجعها لي في علبة العدة، معنا 56 ريبير، فالشيء هذا ممتاز. كنت بسحب على العدة يا شباب. اوكي عطني هذه. تمام لا لا ولد تمام، لا لا ولد ايش في؟ ايوه كذا شلناها الثنتين. معليش شباب جبنا العيد. الان نكمل طريقنا. صوت السيارة اول ما تتشغل او تقفيلة الباب جدا مزعجة. هذا شيء ما عجبني. اوكي جيني او جاني لا تكلمني. اوكي الان طلعت لي اماكن تقول لي خذها، فاتوقع انه لازم ناخذها قبل. في عندنا مكان هنا والمكان، يا ساتر المكان الثاني بعيد يا شباب، شوفوا المكان الثاني وين. طيب ما في مشكله، الان اقرب لنا المكان هذا بنزوره او ليكي ستيشن، محطة ليكي. وهنا ايش مانتاني مانتان والله ما عرفت انطقها، او مونتاين اتوقع ستيشن. فخلينا نتوجه على محطة ليكي على اساس هي اللي كلمتنا اصلا في الراديو، فخلينا نتوجه لها وبعدين نتوجه للبوينت المحدد لنا. اتوقع انه في مكان ثاني حيستوقفنا فيه على اساس يعلمنا. احنا الان في طور التوتوريال او الشرح، يشرح لنا كيف نصلح التراك، كيف نتعامل مع الخرابات الشاحنة حقتنا. فالله يعين ويسر. كأني أشوف عدة يا شباب. لا لا وقفت، كأني أشوف عدة على اليسار يا شباب، هي عدة هنا. خليني أتوجه لها، شوفوا قاعد تضوي بالأحمر. أوكي حلو حلو خدتها تمام. طيب إيش المشكلة الآن اللي في الشاحنة؟ وخلينا نشوف ايش المشكلة اللي في الشاحنة. دقيقة. اوه عندي الكفر خربان يا شباب، الكفر اللي خربان. تمام عطني الجاك. اوه عندي كمان هنا فلاش لايت. اوكي ممتاز نايس. ركب لي الان هذه، افتح لي الكفر. ما ادري ايش المشكلة اللي في الكفر، فخلينا نفكه ونشوف ايش المشكلة اللي قاعد تواجهنا، لان نفس الكفر هذا قاعد يخرب علينا. اوكي شيء غريب والله، يعني المفروض انه يحطوا لنا خراب ثاني. انا ادري ان الشيء هذا متعمد من اللعبه فقط للشرح، يعني المفروض يحطوا لي شيء ثاني على اساس اعرف اتعامل معاه. طيب فكيت الكفر الان، فالعده وين حقدر احطها؟ اقدر احطها هنا نايس. عطني العده الثانيه هنا. تمام فك لي الكفر. تمام اول نشيل الشمبر بعدين الجنط وبعدين الكفر يا دفور ركز. تمام الان خلينا نتوجه على الانفل هذه ونبدا نصلح الكفر.
تمام التمام. ما اتوقع انه في شيء ثاني، لان اصلا الكفر انا مصلحه الان. صلحنا الجنط، الكفر احنا صلحناه، فا اوكي نرجع نركب. تمام التمام يا مدير. اوكي تمام الان. دقيقه خلينا نشيل هذه. اوكي شيل العده الثانيه. خلينا الان نركب الكفر. تمام. اذا سمعتوه يا شباب قال لي وات ايش ما اقدر اركب ذا. اوكي الحمد لله الان اقدر. ما ادري ايش فيه قبل شوي ما ركبه. فا اوكي باقي مسمار واحد. ركب يا مدير. تمام اذا خلصنا المفروض انه احنا خلصنا. تمام يقول لي لوك اراوند او شوف حولك. فمحدد لي هنا بوينت. خلينا نشوف ايش في هنا. وات في احد ضربني على راسي يا شباب. ميت. يقول راسي واحد ضربني. فلاش لايت. دقيقه وين هنا الفلاش لايت. اوكي كيف اشغله. اوكي كذا شغلنا الفلاش لايت. خلينا نقفل هذا. مين اللي ضربني على راسي يا ساتر. طيب اوكي حطني ال. ليش ما اقدر امشي. في شيء خربان ثاني صح. في شيء خربان ثاني يا شباب. خلينا نشوف ايش المشكله. هذه اسمها تون كيبلز. اوكي هذه اللي خربانه فما في مشكله. خلينا نصلحها. وين هذا الكيبل الثاني. هل في كيابل ثانيه. اوكي باقي هنا كمان كيبل. هل في كيابل ثانيه. لا. اوكي الان لازم نرجع العده كما كانت ونبدا نسوي ريبير. طيب العده اوكي اقدر اسوي لها ريبير هنا. نايس تمام التمام. خلينا نصلح الاسلاك الخربانه هذه. اسلاك البواجي. تصليح في اللعبه هذه جدا جميل صراحه. سهل مو معقدينه ولا مصعبينه. فالشيء هذا جميل جدا. اوكي كذا خلصنا. فالمفروض انه نشيل الاشياء هذه بما انه احنا خلصنا من اصلاح الكيابل. الان المفروض اني اركبها. اوكي بلا شوي لاني ما اشوف في الليل. تمام خلصنا. يلا توكلنا على الله. عطني ال. او قاعد يرسل لجين بس ما ترد. فلازم اتوقع لازم نروح نشوف جين هذه شو وضعها وليش ما قاعده ترد على الراديو. فتوقع انها هي بتكون الخيار الاول لانه توجه لها يمينا ابو حيره. ما شاء الله. يلا 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 مشينا. الظلام والله الظلام في اللعبه هذه حرفيا ما تشوف اي شيء. والشيء اللي انا صراحه ما ادري وين بخليه الفيس كام. والله ما ادري وين بخليه. يا ساتر يا ساتر دمجت. شفتوا الكفرات يوم اتدمجت يا شباب. لكن ما عليه خلينا نكمل بعدين نصلحها مره واحده. قول اوكي يقول انه نعسان يبي ينام. اوكي في بوينت قريب مننا. هذا هو. اوه وات. مر هنا ونام. طيب خلينا نشوف الماب. طيب المفروض احنا نتوجه الى هنا. فبأسلك الطريق اليمين. هو طريق اصعب ولكن نسلكه على اساس نوصل لجين ونشوف ايش وضعها. طبعا المهام اللي على اليمين انا قاعد اقول من اول جين. اتوقع ليكي اسمها ليكي ستيشن الموقع. يقول لي بيك اب كارغو فروم ليكي ستيشن اللي هو شيل حموله او شحنه من ليكي ستيشن وايضا شيل شحنه من هذه مونتان ستيشن. بس مونتان بعيده جدا فبناخذ اولا من ليكي ونتوجه للموقع المحدد لنا. اذا قال لازم تاخذ ذا مونتان لازم نروح لها. اوكي وصلنا الى الموقع. اوكي الباب دقيقه
لين ننزل. الباب يفتح بالطريقة هذه. ليش ما يفتح؟ أوه في هنا خشبة. طيب شيلها. أوكي شلتها بس ما أدري وين راحت. مفروض الآن الباب يفتح. يب. خلينا ندخل التراك حقنا للموقع اللي نسوي منه لود. وكأني أشوف فيه تول بوكس. تمام وقفنا. طيب كيف نسوي لود؟ توقع أني أنا واقف غلط. أيوه بس كذا واقفين إحنا صح. طيب كيف نحمل؟ كيف نحمل؟ أوكي أشيلها بالشكل هذا. تمام ممتاز. تمام خلينا أشوف في هنا كأن في سبلاي أو ريبير كيت. بس كيف نشيلها؟ اللي يرجع الفلاش لايت توقع هو اللي مخرب. نحاول الآن نشيلها. أوكي يقول لي أفتحها بهذا قاطع الحديد أو قاطع الأقفال. لينا نشوف. أوكي فتحناها. إيش في طيب جوا؟ لينا نشوف إذا في شيء ثاني. أوكي الباب هذا يفتح. إيش في هنا جوا؟ ما في شيء. في عندنا صندوق ثاني هنا بس توقع إنه ما يفتح الصندوق هذا. أوكي ما في شيء ابدا. ما في شيء في الغرفه هذه. اوكي هذا اقدر افتحه بس ما اقدر اسوي شيء. هنا في ريبير. حلو حلو. اهم شيء نطلع بشيء مفيد احسن ما نطلع كذا ما لقينا شيء غلط كذا. طيب الان ركبنا في الشاحنه فخلينا نتوكل على الله. وبسم الله يا شباب نتوجه على اللوكيشن المحدد لنا على اساس نشوف ايش اللي بيواجهنا هناك. يا ساتر يا النزله كاني مسرع شويه يا شباب. الله يستر لا اجيب العيد. في علامه شاحنه شايفينها يا شباب. هذه وشو ذي؟ الشاحنه في نفس المكان. تمام ما في مشكله خلينا نروح. لا والله ما هي في نفس المكان. وين ذا؟ شوف الشاحنه وين. والله يا الماب هذا او اللعبه هذه فيها تمتير بشكل غير طبيعي. مسك خطوط بس. اوكي وصلنا المكان المحدد يا شباب. يا ساتر. اوكي انزل خلينا نفتح الباب. تمام لازم نجيب اللي يقص شو اسمه ذا اللي يقص هذا السلاسل او الحديد. يلا اوكي تمام افتح لي الباب. نايس اركب. اوكي المفروض نوقف الشاحنه وين؟ المفروض نوقفها في المكان هذا بس. خلاص انزل الان. هل ننزل هذه هنا؟ وات ايش دقبوري؟ طيب نزل لي هذه هنا. اوكي هذيك شكلها غلط عشان كذا دقبوري. اوكي تمام نزلنا الان الشحنه المطلوبه. ان شاء الله انها تكون الشحنه المطلوبه. خليني بس ارجع هذا قاطع الاقفال او الحديد. ودي اقفل الباب يا شباب ايش رايكم؟ خليني نشوف اقدر اقفله. لانه الان حندخل في مغامره خفيفه لطيفه الان تحت الارض. المفروض ان ليش ما اجيب الفلاش لايت؟ الدنيا ظلام هنا. خليني اجيب الفلاش لايت. اوكي الان جبنا الفلاش لايت. انا ادري انه ما سوى شيء الفلاش لايت بس عاد نسوي شكوى لله. طيب محدد لي هنا في اتوقع ايوه في اسانسير. تمام نقفل الباب وننزل على تحت. ساتر يا الاسانسير. وفي لمبه هنا اقدر اشغلها؟ لا ما اقدر. كنت احس بقدر اشغل اللمبه هذه. اوكي وصلنا. افتح الباب. ايش المشكله اللي هنا؟ اوكي اوكي هذا خربان. لازم نصلحه. تمام تمام اوكي الاسلاك اللي جوا خربانه فخليني افك الغطاء بالشكل هذا. هذا قاعد يسولف كثير يا شباب. اوكي فكينا الغطاء.
طبعا التشييك على الاشياء الخربانه بحرف الاف يا شباب. خليني اطفي الفلاش لايت وينه واضغط اف. شوفوا عندي الاسلاك هذه خربانه بس ما هي راضيه تنفك. اوكي الان انفكت. وعندي السلك هذا خربان وعندي الاسلاك هذه خربانه تمام. اوكي هنا في عده اقدر اسوي فيها ريبير. تمام خلينا نصلح اولا الشي اسمه ذا السلك الاول هذا السلك الثاني كله توقع تحتاج لها ثلاثة ريبير. ثلاثة ريبير بس انا معي كمية كبيرة معي 88 يعني ما شاء الله كل شوي نلقى عدة ريبير. الشيء هذا ممتاز. اوكي الان صلحناها فخلينا نرجع ونركب الاسلاك اللي بدلناها بالشكل هذا. عطني يا حبيبي اشبه. تمام هذا اخر واحد. اوكي الان رجع الغطاء المفروض انه الان حيكون جاهز. تمام قفل لي بس الباب هذا شغل الجنريتر. تمام طيب ودي صراحه ادور شوي ممكن القى لوت. اوكي هل هذا لوت؟ اوكي هذه ريبير ممتاز. هاتها. في عندنا اماكن نقدر ندخلها. اوكي هنا وات هنا كان في ريبير يا شباب مخفيه شايفين انارتها. اي والله وهذه هي طالع انارتها من ورا الجدار. يلا شكرا لك. اوكي الان احنا خلصنا من هنا فخلينا نتوجه للاسانسير بالشكل هذا. ولد ايش صار؟ وات في شيء غريب صار يا شباب. فخلينا نطلع. اوه هذا طفى يا شباب. هذا طفى. اوكي خلينا نصلحه على السريع. اوكي عندنا الواير هذا هو اللي خربان. خلينا نطفي الفلاش لايت على اساس بس نشوف. اوكي هذا الواير اللي خربان خلينا نشيله بس ما في شيء ثاني. ما في شيء ثاني. توجه الى ماكينه التصليح. ما شاء الله صار معنا 119 سبير بارتس اللي هو حق التصليح فممتاز والله. اوكي خلصنا من المسمار هذا او السلك هذا. الان نجي نركبه. اوكي خلصنا. يلا يقول شوفه اذا كان شغال. قفل لي هذا قفل لي هذا. عطني الفلاش لايت ونقول له توكل على الله. يا ساتر شوفوا المنظر فوق كيف. يا ساتر. اوكي وصلنا الان. برضو هنا في عندي اماكن. هذا ابو خيط احمر هو المفروض اللي احنا جينا منه. هذا مقفل. الثاني هل مقفل؟ يب الثاني مقفل. يعني خلاص ما في شيء هنا. ممكن لين ندور ممكن نلقى بارت ممكن نلقى شيء. ما في شيء يا شباب. يلا رجعنا لين نطلع ونشوف في مهمة. جيت باك تو تراك اخر شيء. اوه في صوت دباب. ولد وات يقول لازم اشيك على التراك الظاهر انه سرق شيء ما ادري والله بس الباب مقفول كيف حيسرق. تمام فايند اس اس ما ادري ايش. لين نشوف ايش اللي خرب. اوه البواجي عندي خربانه فخلينا نحطه في المكان هذا. اوكي عندنا البوجي هذا. اوكي وعندنا البوجي الثاني رقمه كم وين هذا اخر واحد. شيله لي البواجي الثانيه. في هنا اتوقع شيء خربان. خلينا نضغط اف. طفي الفلاش لايت ما نحتاجه. اوكي عندنا البوجي هذا خلينا نطلعه. هل في شيء ثاني خربان؟ ما في شيء خلاص الان. عطني اتوقع احتاج العده هذه بس. اوكي خلينا نصلح البواجي. طيب كذا خلصنا من البواجي ف عطني الطاوله حقتنا على اساس لا ننساها. الان اوكي خليني بس اضغط بالشكل هذا. تمام ركب لي البوجي الاول. وين السلك حقه؟ ليش طالع كذا فوق ما ادري. عطني الثاني. اوكي هذا السلك حقه. ركب لي هذا وركب لي هذا. تمام خلصنا الان من التصليح. تمام انا حاس انه العده هذه المفروض ما نوصلها هنا صح؟
لا باقي عندنا هذه العدة حقت شو اسمها ليكي ما وصلناها، فخلاص كذا يعتبر خلصنا من هنا. فأعطني بالشكل هذا، كأني أشوف فيه بارت قدامي ما انتبهت لها. غريبة والله ما انتبهت لها. هذه هي، خلنا نشيلها. آتا أوكي شلناها. خلاص الآن خلينا نشوف وين المفروض نروح. تمام. أوه طالع لي الشحنة حقتي إنه لازم أشيلها، طالع عليها بالأحمر. وات؟ طيب ليش تقول لي نزلها؟ غريبة والله. ولا هذه ننزلها هنا؟ طيب هذه أقدر أرجعها؟ لا هذه ما أنزلها هنا. هذه كيف أرجعها؟ هذه ما عاد أقدر أرجعها يا شباب. فأتوقع إنه خلاص هذا موقعها يعني. فأتوقع إنه خلاص هذه موقعها صح. شوفوا حتى الفلوس جتني فوق يا شباب، معي 900. فالآن نتوجه على أساس نوصل حق ليكي للشاحنة. الشاحنة وين؟ خلينا نحط ذا. الشاحنة هنا. والله لو يمديني أختصر وأطلع من هنا بيكون مرة مرة خدمة، بس ما أتوقع أني حأقدر أطلع من المكان هذا. الارتفاع مرة عالي في اليمين يا شباب، ما أتوقع أني حأقدر. يا ساتر الكفر بيروح. ما أتوقع أني حأقدر أطلع يا شباب. نمشي مع الطريق حقهم الله يعين. هل ممكن نجي من هنا يا شباب؟ نجرب. أتوقع أن هنا في اختصار، أتوقع إذا أمداني ممتاز، إذا ما أمداني عد لا حول ولا قوة. لازم نمشي. مقفلين، ما يمدي يا شباب للأسف. نروح نكمل طريقنا زي ما كنا. طيب يا شباب، أتوقع أني وصلت إلى مكان مسدود ما أقدر أمر، فما أدري والله كيف حنمر. خل نفتح الماب. أما يبغاني أرجع من وراء، ما في من وراء يا عمي. الله شكله يا شباب درعم يا حبيبي، كسر أم الشاحنة. أوكي الحمد لله عديناها. أوكي لقيت مكان هنا يا شباب فيه سيارات خربانة قديمة، فنفتش يمكن نلقى شيء. شوف هذا فيها أحمر يعني إنه فيها عدة. أوكي نايس. أوه هذا فيه صندوق كبير يا أخي، الصندوق الكبير هذا ما نلقى فيه شيء يا أخي. طيب أخذت القطاعة الآن. وين هي؟ هنا. لين نشوف إن شاء الله إنه نلقى فيه شيء. شوفوا فاضي، أقدر مكتوب عليه يوزد أو مستخدم، فما أدري هل إنه أنا أخذت الأشياء اللي جوا، الله أعلم. المهم يا شباب نواصل طريقنا، ما قدرت أسوي فيها شيء هذه المانج كارغو، فنواصل طريقنا. يا شباب طالع لي شيء غريب فوق على اليمين، يقول لي return to base أو ارجع إلى القاعدة. طيب أنا قدني هنا وأصل، لازم أرجع للقاعدة هذه يا شباب. مشكلة هذه اسمها مين، ما هو بيس، هذه لوك ستيشن. أوكي وين البيس؟ طيب بما أنه إحنا أصلا قريبين من الشحنة هذه اللي قدامنا، خلينا نروح ناخذها ونشوف إيش يصير. والله هذه طريقة يا عيال عقبة، قاعد أطلع الجبال. أوكي المكان الثاني المفروض نشيل منه الحمولة موقعه شوي بعيد. تكفى قول لي يمديني أمر. ما يمديني أمر يا شباب. هل أقدر أطلع بالشكل هذا؟ تكفى قول لي أقدر. تكفى. أوكي علقنا يا شباب، علقنا. طيب أقول لكم شيء يا شباب، أنا أتوقع نكتفي بالقدر هذا. تمام في الحلقة القادمة إذا إنه تبون نستمر في السلسلة هذه وفي اللعبة هذه، راح نرجع للبيس اللي هو اللي كنا فيه، وراح نشوف إيش التكملة من هناك. فوق ما قدرنا نطلع لأن الطريق مغلق، أكيد إنه فيه مهمة ثانية لازم نسويها قبل ما نروح هناك.
فالآن مدة الفيديو صارت طويلة، واصل قرابة الساعة ومدري كم. هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، نكملها بإذن الله في حلقة قادمة. نشوفكم على خير، في أمان الله.